عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا وصل المصلى بدأ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة. تقبل الله طاعتكم، وعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.